يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان، فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر؟ لا يوجد تلازم بين القصر والجمع، فكل منهما رخصة عند الجمهور، فمن أحب أن يقصر فقط ولا يجمع فلا مانع، ومن أحب أن يقصر ويجمع فلا مانع، وكما قيل إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فعمل الرخصتين أفضل. والله أعلم.